السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية إظهار أشرطة التمرير، الشريط التمرير الأفقي والرأسي. هنا عمود الإزاحة اللي أنا بحركه يمين وشمال مش موجود ولا هنا ولا هنا. وفي نفس الوقت في حاجة مهمة، إيه هي؟ الأوراق بتاعة العمل اللي هي شيت 1 وشيت 2 أو ورقة 1 ورقة 2 مش موجود هنا. طب إزاي إن أنا أضيف ورقة جديدة من هنا؟ مش موجود هنا هي التعامل مع الأوراق من هنا، مش الشريط هنا خالص. راحت فين؟ طب اعملها ازاي؟ بص حضرتك ببساطة شديدة عشان نعمل الحاجات دي كلها هندخل في التبويب ملف او فايل، وبعدين هنضغط على الاوبشن او الخيارات، وهنختار من هنا اللي هي الادفانسد او الخيارات المتقدمة. هنزل كده بالخيارات المتقدمة. طبعا هنا برضو لو انا شريط الصيغة او الفورميولا اللي هنا مش ظاهر اهوت ممكن ان انا اظهره. طيب هنزل كده هنا، هلاقي هنا موجود عندي خيارات عرض المصنف بيقول لي اظهار شريط التمرير الافقي والعمودي، وهنا اظهار علامات تبويب الاوراق، اوراق العمل اللي هي شيت 1 وشيت 2 وشيت واللي انت ممكن تضيف منها. هضغط عليها كده اعمل موافق، اه جاب لي هنا ورق واحد، وهنا علامه الزائد هيعت عشان نقدر ان احنا نعمل اضافه لاوراق العمل. وادي هنا شريط التمرير اهوت الافقي والراسي اهوت، عادي مفيش مشكله العمود تمام. يبقى هنا نقدر ان احنا اهوت نعمل التحرير بتاعنا. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تخافش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.